А, по-татарски поговорим. А, татарша, я башко... башкорча. Татарша, знаете? Только... А, only татар. Что-нибудь скажите про татарши. На, про продукты, например, и товары. Как называется по-татарски? Это будто... Татарша, саджи, толк. Будто ветей, мусульманский тубетей, тубетелер, мне... на татарском татарский орнамент на кубки это мы базендем да я зараз гравировку я еще делаю надписи на подарках а для чего для например для брака для праздники да, какие да праздники никаха берут на никаха я шляр олалар ясно да каша татарский кусок это платье разные платья боне Вот на никах тоже, да? Никах. Это ди хиджаб исламский для никах. Сурелер, картина сурелер. Никах кавалалар, булек кавалалар, юбилей кавалалар. Ди адая, хагат хадая للأطفال. А это что для чего? А это у нас колокольчики. Колокольчики. Колокольчики это по-русски, по-татарски. Татарша больни. Колокольчики. Больни это узрытая больни решу. А сумбелясма. Это вот берут меня. Это как это подарочные увозят российские колокольчики. Российские меня. Увозят за границу. Это для домашнего использования или что? А? Домашнее использование или для... Любого использования. Для любого, да. И для домашнего, и для... Бабушка да. берет для детей, что они слышали. Да, да, да. Можно? Для школы. Сыгата сала, сма, намазлик. Буквально сагидали. Намазлик. Полузайфоль. Да, татарша. Четки, вурша. Сма, таспи. تسبيح يعني مسبح او سبحة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بالتركي اسمها تسبيح مسبحة باللغة العربية وباللغة التتارية تسبيح 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 معلش التتاري بتاعي نسيته بس كتاب كالندر مسلمانسكي كالندر لا اوصلنا التقويم الاسلامي Навас, намаз, пакетлары. Календарь. Календарь как по-татарски? Главы. Таквим? Таквим? Дени Таквим, не говорят, да? Таквим. Дени Таквим написано. Дени Таквим. А, Дени Таквим. Таквим и Дени. Мактуба, Дени Таквим. А что там есть? Мухаммад Расулуллах. Вакутлар. Намаз вакутлары. Дуалар. Ну, это дуалар, да. Адая. Дуа. Ну, по здесь написано. А, здесь написано. Да, Маид ас-сала бильём. Аукат ас-сала. А. Маваقيت ас-сала. الناس هنا زي ما شفتوا ناس ظريفة وحلوة ما تعترضش على التصوير. الدنيا هادية رغم ان احنا ويك اند بس ما فيش تكدس ما فيش زحمة البلد دايما كده لا بس على فكرة ممكن تبقى زحمة بس الناس افتقرت بعد الكورونا يعني بقول ايه ان البرد راح خلاص يعني والدنيا او البرد بدأ يعني بالنسبة لأهل أوفا هم شايفين الجو النهاردة ايه رأيك الجو النهاردة ده طبيعي الجو جميل ناقص مشمس في سالب 5 درجات مئوية والجليد في كل مكان لم يسيح بعد ولكن بالنسبة لنا الجو هنا مية مية زي الفل حلو ده بداية الفيسنا او الربيع ربيع نعم في ناس بتدعي ان الربيع بدأ في اول مارس ما رأيك في هذا الادعاء هذا غير صحيح الربيع الحقيقي يبتدي في شهر نيسان في شهر الرابع تفضل يعني واحد اهو وشهد شاهد من اهلها يعني تلك كل تلك هيسيح في شهر نيسان انا الجزمة دي عجبتني بصراحة بس لو في مقاسي منها كان هيبقى الموضوع أظرف نفسي يبقى في مقاسي
هتشوف تنفع دي في الجليد نظيفة حتى جلدها كويس خشب كده يستحمل. والتحمل ده طبعا بيبقى حاجة مهمة في الأجواء الباردة. جزمة عادية عادي بيادة. في مدينة في بشقورستان اسمها إشنباي مشهورة بالملابس يعني. هنا لقيت محل اسمه إشنباي. الخامة بتاعها كويسة يعتبر يعني. اه معمولة من الخامة من الشمبايسكي من الشمبايسكي بتاع في كاتاشنا مادة كشميرية مثلا او مادة وهنا يمكن بيعملوها من الصوف ما اعرفش يعني. في بياعين هنا واقفين مش عارف متنحين ليه كده فقررت ان انا ايه ما ردش. دول تمثيل يا جماعه شكلهم يعني شبه الواقع يعني تشوفهم من الجنب كده وخصوصا واخدين جزء تحس ان هو محل او حاجه. بص وانا داخل كده بقول الناس دي عملاقه شويه او حجمها كبير شويه. دي متاخده عن فيلم مشهور. احكي لنا بقى عن فيلم بتاع الناس دي. اسم الفيلم اتراتسي من مجموعه تيكوشينيا شوريكا. فيلم سوفيتي معمول في السبعينات. فيلم السبعينات مشهور كوميدي. ما شكلهم باين انهم كوميدي. ده المفروض بقى ايه؟ احكي لنا قصه الفيلم سريعا كده الناس تعرفه يعني. هذول لو انت فاكرها هذول بلطجيه بنديته يعني. بيحبوا يضبط الناس ف يعني هناك عمليه معينه هم عايزين يسرقوا حاجات من محل من مجازين لأن تعرف في الاتحاد السوفيتي كان نقصان في كل شيء اللي في تسيل. فهم عايزين يسرقوا يعني المجازين المحل بكامله. كل المؤن يعني. ويخططون الخطة للسرقة. ولكنها تفشل بسبب شخص اسمه شوريك. شوريك. نعم. فكرة. وبعدين فشلوا يعني دخلوا السجن اتحبسوا في الآخر. بس فأنصحكم تشوفوا الفيلم ده. أبيراتسا؟ أبيراتسا عربية جميلة وطفل جميل. وبكده بنهي حلقتي النهاردة. نكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله. نشوفكم على خير. حفظ الله. السلام عليكم.